مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم جميعا، كل اللي دائما بحضرونا وبتابعونا ودائما بيستنوا برنامج بهارونا ليشوفوا هيك ألذ واشهى الوصفات اللي بنعملهم دائما اكيد مع شفاتنا المتميزين. اليوم اكيد رح نكون انا وشف امتياز معاكم، يعني صرتوا عارفين بس شوفونا مع بعض، يعني في قرقره وفي حكي وفي نميمه. اذا بطلوا يحبوني بسببك بسببي انا بعدين اليوم ما شفتها فوق، فرح نخلص الموضوع كله يعني هون. اليوم وضعنا كثير صعب لانه ما التقينا قبل، هلا بشوي وصلت فخلص، ما مش مشكله اللي بدنا نحكي بنحكي هون، ما صرنا عيله واحده. علينا ما علينا هو احنا اكيد عيله يعني، والحمد لله طبعاً. احنا جزء من عيله. دينا اليوم رح نعمل فخارات، بس فخارات على الطريقه التركيه، كلياتها رح تكون بالعجين وكلياتها فكرتها رح تكون جديده وكثير حلوه. الفخارات هلا طالعه ترند، صح؟ سواء بالمطاعم، سواء لما تروحي تزوري ناس، سواء لما تروحي عزايم، كلها طالعه ترند. رح نعمل اول فخاره باللحمه والخضروات، ثاني فخاره رح تكون بالدجاج والكريمه والفطر، وثالث فخاره رح تكون بالكفته. حلو تمام. بعدين رح قدم معهم بقدونسيه، وجبت انا الصراحه اذا كان ضايل معي وقت جبت معي ملفوف، كنت حابه اعمل كوسلو الصراحه، فخاره كوسلو بطريقه حلو. كمان حلوه تكون لطيفه وكثير سهله. حلو تمام. فاليوم وصفه الفخارات صراحه هم الفخارات خصوصا للناس اللي بيحبوا الاكل المسقسق، لانه دائما بيكون هيك كثير تغميس، فاكيد واغلب الناس بيحبوا هذا النوع من الاكل، فاكيد لازم تتابعونا لانه زي ما حكيت شف الفخارات كثير ترند، وبالاضافه لانه نكهه الاكل بتكون خلص غير بالفخاره عن اي طبخه ثانيه. مع انه انا اكتشفت مع الوقت انه هذا الحكي على الفاضي مو حقيقي، هي منظر يمكن احساسا. هي الحراره منظر. اكيد بالفخاره افضل، بس الحراره بتوصل اسر اقل. فهو بياخذ وقت اطول بالفرن، صح؟ بس اليوم الفخارات اللي رح نعمل، زمان كانوا يطبخوا بالفخار اللي هو معمول من طين عن جد وخلص ومشمس بالشمس وكل هذا الحكي. اليوم الفخارات تطورت، الفخارات صارت مدهونة من جوا وألوان، صح؟ وأشكال وطويل وكبير وصغير. كيف طين كان يتحمل حرارة؟ كتير غريب. ما هو مو الطين اللي احنا متعودين عليه، طين معين من تراب معين، تفاصيل معينة يعجنوه بأشياء تانية. وهلأ كان في الفرن الحراري مثل المحلات أو خلينا نقول الشوادر اللي بنشوفهم على الطريق اللي بعملوا فخارات، صح صح، هذا عندهم فرن، بس أكيد زي الفخارات اللي بنلاقيهم في محلات أدوات منزلية طبعاً. أكيد. ومعلومة خاطئة جديدة تعرفت عليها ألا وهي أنه تنقع الفخار قبل ما تستخدميه. غلط جد؟ اللي تشتري مدهون او من جوا المحلات الادوات المنزليه هذا كله حكي فاضي طلع. والله بعدين انا تخيلوا لو تحضروا لي حلقات قبل قايله مليون مره انقعوا 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 انقعوا، احنا انا هيك بعرف بعدين يعني. بعدين هذاك اليوم كنت قاعده مع ناس اللي هن المصدر، اوكي، فبقول لي ليه بتحكوا للناس انقعوا الفخار؟ قلت له لانه عشان ما يتشقى. قال لي لا خلاص هذا هدول غير، خلص هدول مطورين غير. يعني يمكن يمكن الفخار القديم الاصلي كيف كانوا يعملوا زمان، صح يمكن صح بحاجه لازم تنقعي بالزيت اول شيء، بنقعوه بالمي 3 ايام بعدين بحطوه بالزيت بعدين بيستخدموه الفخار المعمول فقط طين. اوكي هاي قصه والله بعدين هذا اكبر دليل على انه الحاجه ام الاختراع، يعني تخيلي قد ايه زمان بدهم يعني شيء يعملوا فيه طبق او طنجره يعمل فيها اكل، صح. ما في زي طناجر هلا، ف يعني لاقوا لهم اختراع رهيب جدا. تمام ستي، ايش رح يكون سؤالنا؟ شو رح يكون سؤالنا؟ اسمع انا اليوم صراحه اكون صريحه، هلا جاي والله العظيم هلا جاي هاي اولا هلا جاي، ثانيا جاي معصبه، بس انا بتعرفي لما اشوف وجهك البشوش بقول بنسى كل شيء، عشان هيك جاي الشعرات منكوشين، بقول لك ليش الشعرات منكوشات من العصبيه او لابسه بلوزه زوجة؟ لا 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 كيف هاي بدها تيجي على قده؟ مش لهالدرجه. طب اسمع عشان غير لك جو اليوم اجتني هديه من صبيه اسمها ميس كامل، بس بدي اورجيكم اياها، عم بقول لسه لعلا زميلتي فوق عندي المكتب، ما احلاها، بتقول لي امتياز وصلت هاي نزلوا لك اياها، لازم تفرجينا اياها، لطيفه كيف وصلت على القناه، لانه بالعاده الصراحه انا موضوع الهدايا ما شفتي انسان بحبش يستقبل هدايا؟ لا صراحه ما بعرف. كاتب اهداء للشيف المتالق امتياز جيتا وفريق عمل برنامج بهار ونار، يعني كل زملائي يعني كل جميلين، بتابعكم دائما، بحبكم كثير، بتمنى شغلي يعجبكم وهكون سعيد كثير اذا حكيتي لنا رايك، بنتمنى لكم مزيد من النجاح. اسمها ميس كامل، بس اسمعوا شو طلعت، حلوه الفكره اللي عملتها، انا ليه طلعتها، انا بالعاده يعني بيجيني كثير هدايا بس مش كل التفاصيل بتكون لطيفه، بحب الصبايا المتكتكين اللي بيعملوا افكار خارج عن المألوف، قد ايه فكرتها حلوه، كثير حلوه مو شوي، صح؟ كيف لقطة الصورة، كيف لقطة لوجو عمان تي في، لوجو عمان تي في صورتك المريول والشوكلت بولز اللي عملتهم كمان. اسمعوا هذا من عجينة السكر اعتقد، فلا لا مو من عجينة السكر، ها لا امبلا بتاكلوا، فكرتهم معجون وقصص
لا اعتقد استنوا بتاكلوا والله كيك شوكليت بولز والله والله حلوه كثير 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 عن جد حبيتها. البيتزا طلعت تفاصيل البيتزا في عليها مشروم شكلك عارفه انه كثير مشهوره بالبيتزا. هلا رح انزل لهم وصفه بيتزا والله العظيم على انستغرام هلا. فيسلموا ايديكي ودائما بحب ادعم الصبايا والبنات بس هي وصلتني على القناه الصراحه فشكرا كثير. شكرا عن جد انا بحب الابداع صراحه بحب الناس اللي هيك بحبوا شيء معين وبيبدعوا فيه وبيشتغلوا عليه كثير منيح. اسمها بونجور اندرسكور سويت صفحتها بونجور اندرسكور سويت. طيب خلينا نحكي اول فخار لليوم. اسمعوا من الصبح صاحي بكير اليوم ساعه اكثر عشان فخارات كثير سهله يعني اليوم مو جاع بالك تطبخي عليكي بالفخار. ورجعنا هلا للمدارس خصوصا المدارس الحكوميه كلياتها داومت ب 20/8 فبدنا نرجع نقول لهم يعني بدايه سنه جديده وبدايه خير عليكم ولكن اغلب المدارس رح تداوم ب 3/9 صح مزبوط. فنروح للفخاره الاولى فخاره رح تجهز ب 10 دقائق ناخذ مقاديرها وكمان رح نعملها عجينه يعني عجينه بتقدروا تاكلوها للفخاره فيها. حلو يلا لفخارة اللحمة بالخضار والعجين رح نحتاج لحمة فيليه باذنجان بطاطا بندورة كرزية بصل فلفل رومي فلفل حار كوبين مي معلقتين كبار صلصة بندورة وفلفل حار كمان رح نحتاج معلقة كبيرة ملح من الكسيح معلقة صغيرة فلفل أسود من الكسيح معلقة صغيرة بابريكا معلقة صغيرة كمون معلقة صغيرة بهارات مشكلة ومكعب مرق دجاج. أما للعجين فرح نحتاج كوب حليب من إنجوي ربع كوب لبن معلقة كبيرة خميرة معلقة صغيرة بيكنج باودر معلقة كبيرة سكر شعبان ربع كوب زيت شعبان 4-5 أكواب طحين سمسم وحبة البركة. هلا بس مبدئيا بما انه كان شوي المقادير طوال فمستحيل ما حدا تنمر علي ولا شيء كثير غريب صح حس في شيء غلط لانه اليوم ليث امير ليث بس عندك قطيش موجود اسمعوا لما تمدحوا الشخص بتقولوا له ايش فلان امير امير شكرا ما غلطت اليوم هاي شهاده بعتز فيها امدح فيكم سحبتها ما بدهم امدحهم غيرتي رايك كملي عني انبسط ليث كملي ليث امير بنفوت الحلقه ونطلع أميرة عن جد واحنا ما بنسمع ما له صوت ولا بقولي خلص امتياز اسكتي امتياز فاصل امتياز اطلعي برا امتياز ابدا لا عادي بتحملنا طالعه من داركم امتياز ابدا ولا يا اختي اعملي مقادير ولا شيء يا اختي فاصل يا اختي انا اقول لك ليه لانه لسه ما وصل لمرحله الاشباع يعني علي صار له زمان فاظن وصل لمرحله مش قادر يسكت اوكي ليث لساته على الطريق يعني جيتك ايام ليث لا ترد عليها انا اموري منيحه. طيب دينا اول شيء انا حطيت لكم اللحمه اللي انا مستخدمتها هي لحمه ستريب لوين او الفيليه اوكي لانه رح استخدم بهاي الوصفه لحمه عجل اوكي العجل البلدي بهاي الوصفه بدكم تسلقوه اذا بدي استخدم لحمه خروف بدهنه كمان بدي اسلقها. الستريب لوين هي قطعه من العجل البرازيلي استرالي افريقي انا صراحه بحب لحمه جنوب افريقيا ممتازه طريه في براند كان معانا يا مروه لحمتهم بتجنن ايش كان اسمهم لازم احكي لهم يا المهم فهاي تستوي على السريع يعني 5 دقائق بتكون طريه بتدوب دوب بتصم. لما كنت بتركيا اخر مره يا دينا اكتشفت انه كل الفخارات بتكون جاهزه انت بتجيكي الاكل بعد 10 دقائق تستغربي كيف لحقوا كل شيء بسلقوه بعدين بيطبقوه ببعضه عشان هيك بتحسوا الاكل ما له طعم كل شيء مسلوق كل شيء مسلوق من قبل بوقت عشان ما ياخذ معهم وقت لانه فعلا يعني احنا الوصفات حتى لو كانت سهله الا ما تاخذ شويه وقت بتحضيرها يعني فتخيلي كيف الاوردر جد بربع ساعه مستحيل لحمه تستوي ب 15 دقيقه طبعا خصوصا انهم بيستخدموا لحمه خروف يعني كثير معتمدين على لحمه الخروف لانه هم عندهم مرعى صح فاكتشفت انه بيسلقوا اللحمه بعدين بيدخلوها بكل الفخارات اللي بدهم اياها بعدين العجين بس تحطوه على اي فخاره زي ما راح تشوفوا اليوم اي فخاره بتحطي عليها عجين العجين بيستوي خلال 5 دقائق 10 دقائق فاهمي علي كيف يعني انت بتقعديها بالفرن ساعه بالعجينه مش منطق صح مش منطق بالمره. طيب هلا انا شو عملت بس حطيت هاي اللحمه انا قلت لكم شو القطعه اللي استخدمتها يا قطعه فيليه يا قطعه تندرلون يا قطعه ستريب لوين اطرى شيء اللي هي نفسها بيعملوا منها الشاورما على فكره الشاورما ما بتنعمل من العجل البلدي. من نعمل العجينه انا رح اعملها مره واحده بس ولكنها موجوده بكل وصفاتي لليوم حتى اليوم رح نعمل كفته باللبن والطحينيه بس رح نغطيها برضه بالعجين حلو فالفكره تبعتها كثير حلوه مبدئيا هون حطيت وين ملحاتنا يا جماعة؟
ملح؟ هذا ضايع ملح؟ بتحبي ملح ولا حلو؟ مالح ولا حلو؟ لا مالح. تعالي نسألهم هذا السؤال. مالح؟ أنا زمان كنت ما أطيق الحلو. لا خلاص كثير هيك. كنت بس ملح. هلا أنا بحب كل شيء صراحة. المالح حلو أنا بس باكل. بس حتى لو حليت لازم أملح آخر إشي يعني بحب خلص طعم المالح أكثر. أنتِ؟ أنا ما أنا خلص لا دينا في قصة بيني وبينها مش طبيعي الوضع. أنا بعشق المالح لازم أنا. كل يوم آكل إشي فيه ملح. لدرجة اليوم أنا بعمل ميك اب جبت لإلي ولدارين نوجه لها تحية دارين أكيد جبت لها كراكلز تاكل معي. لو بعرف كان إجيت جهزت أنت هلا من طعميكي مش مشكلة. راحت علي. أنا كثير بحب المالح. بعدين أنا من النوع مثلا شو ما كانت الأكلة لازم جنب تكون المملحة. بحب أرجع أملح الصحن. هي زيي. سبحان الله مش قادرين نلاقي إشي يعني عكس بعض. طب اسمعي هل تعتقدي إنه الشخص اللي أنتي لازم مثلا تتزوجي أو تصادقي أو مثلا قريب لإلك كونوا بتشبهوا بعض ولا تكونوا مختلفين؟ صراحة هذا عن جد سؤال يعني شوي أيوة عميق. خليني أعمل لأنه رح تجاوب عليه باسترسال. لا شوفي أنا بفضل بأشياء معينة يكونوا عكس بعض وبأشياء معينة يكونوا بيشبهوا بعض. يعني الأشياء لازم يكونوا عكس بعض فيها. مثلاً واحد كتير سريع وبيحب يشغل بسرعة تاني يكون شوي أهدى عشان يعملوا توازن بالبيت. واحد بيحكي كتير واحد بيحكي أقل شوي. بالنسبة لي بهاي الشغلات لازم يكونوا عكس بعض. بس في أشياء زي بعض إنه يحبوا يعملوا شغلات معينة. يكون في مثلاً هوايات مشتركة مع بعض. يكون في لهم أصحاب مشتركين عشان شوي يقربوا من بعض. هيك بالنسبة لي بعرفش. طب أنا لأنه قلت لكم رح تسترسل بالحديث هلا بنحكي عنه أكثر. طب خلينا نعمل أول شيء العجينة التركية اللي بدنا ندخل فيها اللي هو الفقرات رح نعملها لليوم. أنا بس هون عندي طحين حاطة عليه رشة من الملح. حطيت عليه نص كوب من اللبن. رح أحط عليه حليب. يا بنقدر نستخدم 3-4 معالق من حليب إنجوي الباودر فوق الطحين يا إنه بخلطهم بمي وبستخدمهم. حليب إنجوي متوفر بكل سوبر ماركت بكل الهايبر ماركت موجود بأكثر من حجم. أنا بالنسبة لي بحب أستخدمه. بيسهل الحياة يعني صراحة يعني فيش مجال تحطي بالثلاجة أنواع من الحليب. خلص تاخدي بوصفتك تعملي لأولادك مدعم أكيد بفيتامين دال. فدائما لما نكون كاتبين في مقادير العجينه كوب من الحليب السائل عادي يا جماعه الناس تبعت لي بقدر استخدم حليب باودر. طب هون ثلاث معالق مع المي 100%. فانا راح اخلط حليب ولبن لانه بدي اياها تكون هالقد طريه وهشه عشان نقدر ناكل فيها الفخاره. حطينا رشه ملح وراح نحط خميره وراح نحط سكر وراح احط بيكنج باودر. هلا اذا انا بدي اخمرها تاخذ وقتها اللي هو لمده ساعه ما نفترض ما في داعي للبيكنج باودر. انا مثلا هون راح استخدمها خلال 10 دقائق يعني هلا مجرد ما سويت معي اللحمه راح استخدمها لانه يعني احنا ما بدنا اياها تنفش نعمل فيها معجنات او شيء. يعني بيقدروا احكي لك نفس العجينه من نفس العجينه اصلا. بتعرفوا الخبز التركي اللي احنا متعودين عليه اللي بناكله برمضان خبز رمضان هي نفس العجينه. والله. هو اصلا باساسه خبز تركي. هلا انا باخذها اذا بدي استخدمها على الفخارات على طول ما في داعي نخمرها. اذا بدنا نستخدمها نعملها خبزات جنب الفخارات خمريها. حلو والله هذا اسكى خبز انا بالنسبه لي. وانا كمان صراحه ومع الفخارات كثير زاكي. اصلا قلنا انه هو طالع ترند مع المطاعم مع التفاصيل كثير طالع ترند كثير خرج تغميس 100%. أنا بس بدي أقلب اللحمة. اللحمة أقول لكم شغلة هاي اللحمة اللي أنا بستخدمها تندر لون أو ستريب لون. صرت أمسك واحدة لسه مش مستوية. طلعي بس بالله تطلعوا طلعوا هذا ولسه مش مستوية. هاي لسه أنا وصلهاش 5 دقائق. الحلو فيها أنها أنا بس هيك هاي الفكرة ستريب لون أو تندر لون. عرفتي كيف أنها بتستوي كتير بسرعة لأنه فعلا الفخارات بدهم لحمة تكون كتير كتير دايبة يعني مستوية. طب ايش في وصفات بنقدر نستعمل فيها هذا النوع من اللحمة الستريب لوين؟ كل شيء مثلا شاورما في هاي ستيك بهاي. احفظوهم تندر لون ستريب لوين. واذا رحتي عند اللحام قال لك خدي عجل بلدي اعملي فيه ستيك اعرف انه غلط. قال لك خدي عجل بلدي اعملي فيه شاورما برضه غلط. انا مع اللحم البلدي. انا مع ناكل لحمه خروف مع المنسف بلديه او نروح شوي للرومانيه. بس الصراحه الستيك الشاورما اللي مثلا زي بدنا ندخلها بفخارات ندخلها بسندوتشات اكيد اكيد بدك تعملي برجر اكيد هاي اللي أكيد. هي فيليه اللي هي من قطعه التندرلون او ستيبلون. احفظوهم واحكوهم للحام خالص. تمام. انا العجينه عندي ممتاز بس تركت عندي شويه طحين عشان انا بعرف اني دائما بدير شويه مي زياده. اوكي عجنتها. في ناس بحبوا يحطوا معها بيضه في ناس لا. انا الصراحه ما بدي احط معها بيضه لانه رح ادهن وجهها بالبيض. وحطيت لها حليب ولبن. حليب ولبن طريه كثير بتكون. اوكي تمام حلو تمام التمام. طيب بدي اوجه تحيه لفاطمه حامد عم تحكي مساء الورد والسعاده لاحلى ثنائي شيف امتياز ودينا العسل. بتقول لنا منورين بطلتكم الحلوه. شكرا لك انت اللي منوره يا فاطمه. بتقول لك تسلم ايدك يا شيف امتياز على الوصفات الرائعه ويعطيكي الف عافيه. يعطيكي انت الف عافيه على كلامك الاكثر من رائع ولكل اللي بتابعونا.
كمان فايز عم بحكي يسعد مساكن الجميل، مساء الخير على المذيعة المحترمة والشيف امتياز المبدعة ومتميزة دائما بحكي لك. شكرا كثير. والله بكره بتعرف لسه كنت بحكي لدينا بكره عاملين وصفات من المانجا والكرز، يعني مدخله اكثر من نوع فواكه مع بعض. حلو. باكثر من نوع حلويات مع بعض، وكلها رح تكون كلفتها اقل من دينارين ونص. حلو. فلازم رح نعمل تشيز كيك رح يكلفهم بس دينار. ما احلى تشيز كيك. لا لا الصراحه عشان احكي حقيقه بكره لاني بعرفهم بمسكوا لي على الوحده. علبتين زبادي مع الجبنه دينارين، دينارين ونص ثلاثه هيك شيء. دينارين ونص تخيلي بس يعني. بس شو دينارين ونص تعملي تشيز كيك دينارين ونص ثلاثه؟ هو قد ايه بتباع بالمحلات؟ غالي التشيز كيك 25 واطلعي. 25 واطلعي يعني. بس هو التشيز كيك لانه فيه جبنه، احنا بكره ما رح نحط فيه جبنه. اوكي. رح نحط فيه لبنه وزبادي بطريقه كثير حلوه، لازم يحضروها. اذا لازم تحضروا حلقه بكره، يعني دائما الحلويات يمكن من اكثر الاشياء اللي كنا عم نحكي قد ايه بتاخذ شغل اكثر ومصروفها عالي كمان لانه فيها مكونات كثيره، فهيك لو حلو لما نلاقي بدائل اوفر شوي بتطلع نفس النتيجه. هلا لانه كمان موسم المانجا دانا، انا بحب كثير نشتغل على المواسم. انا كثير بحب المانجا صراحه. بدها شويه طحين طلعوا بتلزق بايدي بتلزق. لانه فيها لبن وفيها حليب. اوكي. فرح تكون طريه زياده، زائد اني انا حطيت كل شيء دافي بما فيه اللبن، ما كنت حطيته بدرجه حراره المطبخ، كنت انا سوري مش بالثلاجه، كنت حطيته بدرجه حراره المطبخ. حلو. تمام. نيجي على التشابه ستي العزيزه. ايوه اوكي، نحكي عن التشابه نحكي لها شوي. والله العظيم هي بتحكي الصح، يعني انا بحس النقاد من الاشخاص يعني كوني انت تاخذي نقيدك صح هو الافضل كتير. مش معقول عصبي على عصبي مصيبه شرار. فاهمه طبعا. بعدين مثلا تاخذي هادي وهادي بتفوتي بملل صح. طلع انا عصبي عصبي شرار. هادي وهادي ملل. بعدين مثلا نغنوش بيطلعوا نغنوش مثلا. يعني لا بدنا واحد يخفف شوي لانه مرات النغاش زياده عن اللزوم بتقلب زنخ. تخيلي علي نفسي لو علي كان معانا نشوف مرته كمان زيه ولا هو بس علي هيك في لا شوفي اظن يعني قد ما كانت هي خفيف الدم اكيد علي دائما مسيطر على الجو يعني. هي هاديه يعني النقيب هاديه. مروه انت انت تري نفس الشيء لما تتخانقوا ايش بصير بالبيت؟ بتناقش نسمع. طب منيح. لا مروه بتشرح لي بداني قال احنا الاثنين وقت الخناقات هو اهدى مني. هو اهدى. ايه مروه بتعرفي فيها شغله. امبارح كان عندنا تسجيل كم من يعني عم نسجل حلقات هيك لانه عم نستغل وجود شفاف موجودين من دول عربيه بالاردن. فبدي اوجه لهم تحيه كلهم اصدقائي وبحبهم على صعيد شخصي. اكيد. فمروه اذا بتكره شخص مصيبه خلص. انت بتعترفي مروه اذا بتكره شخص ايش بصير؟ ايش بصير؟ بنحقد عليه. لا بدك تيجي تحضري لك قعده مروه كرهانه فيها الشخص، فبتخيل لما تشكري مروه ايش بصير في احمد. نشكر الله انها حبيتنا لهلا. والله بتقلي حقيقي. على فكره لازم نحكي عن هذا الموضوع. في ناس اذا بكرهوا شخص بجبروك انك تكرهيه زيهم صح. اذا بتحبي شخص بجبروك انك تحبيه زيهم صح. فانت مع هدول الناس ولا لا؟ يعني انت بتحسي اذا انا والله امتياز كمثال احنا نفترض زميلنا مصطفى انت بتحبيه انا بكرهه اوكي، بتضلك وراي لحتى اصير اكرهه ولا ما عندك مشكله انه انا اكون انا وياك على شخص مختلفين عليه؟ لا شوفي انا من الناس اللي ما عندي مشكله يكون في اختلاف براينا بالاشخاص، يعني حتى لو كنا بنفس الجروب، حدا بحب حدا حدا ما بحب حدا بغض النظر انا بحبه او لا، بحترم يعني بحترم راي كل شخص، وكل واحد تجربته مختلفه مع الثاني. يعني ممكن هو تجربته كانت سيئه مع هذا الشخص، انا تجربتي كانت لطيفه، وانا بحكم على المواقف صراحه. فلا ما بجبر حدا انه ياخذ مشاعري تجاه اي شخص. والله معين. برافو عليكي. ما بحب ابدا. لا مروه العكس صحيح، تبعت لي مسج ضيفك اليوم الله يعينك عليه، ضيفك اليوم امتياز الدم. طب خلص انا بس انزل بلاقيش ضيوفي هيك، بلاقيهم كتاكيت وبتتفاجئي. والله العظيم وامامير. بعدين مروه بتبلش تقيل دم، اول مسج بيوصل، بعد شوي بيوصل شايف حاله، بعديها بعشر دقائق والله العظيم بكون لسه مو واصله وانت قاعده على الهواء. زهقني 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 زهقني. لا انا بس اوصل بلاقي العكس صحيح. فبعدين بقول لها انت من وين بتشوفي؟ بتقولي لا هو على الهواء امتياز صغير لانه اللي حكيتيه ما طلع صح. طيب بالله تشوفوا لي العجينه قبل ما نطلع فاصل، هيها بتجنن. طلعوا قد ايه طريه، طلعوا ما احلاه. وانا بدي اياها تكون بهاي الطراوه بهذا الجمال عشان نفردها فوق الفخره بطريقه كثير حلوه. يا لي قبل الفاصل بثانيه، اللحمه انا بس لانه نزلت مي لانه الغاز عندي شوي بطيء، غازكم بالبيت اذا كان كثير عالي لازم اللحمه تنزل على صاجيه عاليه. أوكي. انا بدي اياها كانت تاخذ كمان شويه لون عشان هيك المي نزلتها شلتها منها. تمام. فاخذت عندي هذا اللون الحلو لانه هذا اللون الحلو مش رح يجي من الفرن. ليه؟ صح.
لانه احنا حكينا رح نغطيها بعجينه. ايش بنضيف لها؟ خضروات موجوده عندي بالبيت فوق اللحمه، خضرواتي انا بس الفليفله الصراحه مش مقليتها، راح احط كميه منيحه لانه راح اعمل فخارتين من كل وحده. حلو. الفخارات الحلو فيها بتبرك، بتدخل فيها خضره وبدخل فيها مثلا صوصات وكذا فبتبرك. راح احط بصل. اوكي تمام. هلا البصل والفليفله لانه عمرهم قصير بالطبخ ما عندي مشكله لو نحطوا نيين، لانه لسه رح يرجعوا يستووا بالفرن فبكون كافي بدهم 10 دقائق بالفرن فوقت كفيل انه يستويهم. حلو. بالبيت هلا بتركيا بالذات مستحيل تشوفوا فخاره لحمه او اي شيء فيه لحمه فيش فيه باذنجان، يعتمدوا على الباذنجان بطريقه كثير كبيره. رح اخذ كمان شوي من البندوره الكرزيه، مع انه الباذنجان في ناس يا بحبوه كثير يا ناس ما بحبوه، انا صراحه بحبه بالاكل يعني، انا صراحه بحس انه في ناس لا ما بحبوه كثير، في ناس عندهم حساسيه من الباذنجان. طبعا. فبرضه كمان يعني تخيلوا الباذنجان نادر جدا لأسمع حدا عنده حساسيه، بس تعرفت اخيرا على حدا عنده حساسيه. تمام. قلبتهم مع بعض. مبدئيا انا بحب كل الاكلات اللي فيها كميه خضروات مثل هيك، صح، تعطي جمال كثير حلو لما تروحي على تركيا. لون النكهه صدقا الاكل مو زاكي، بس منظر الاكل بيصير يجبرك انك تاكلي من الخضار من الالوان من كل هاي الامور. تمام. الباذنجان والبطاطا عشان ما ادخل عليها نسبه دهون كثير عاليه شويتهم بالاير فراير، بتقدر تحطوا عليهم شويه زيت وتحطوهم بالفرن. انا حبيت اخلي الباذنجان بقشره عشان ما يدوب. نفس الشيء قطعت بطاطا مربعات حطيت عليها معلقتين زيت بالاير فراير، بس احنا اذا ما عندنا اير فراير عادي بنقدر نحطهم بايش؟ بعادي بتقدر تقليهم تحطيهم بالفرن. مليون بالمية بالطريقة اللي انت بدكم اياها. مليون بالمية. تمام. فانا هيك خلص انا خلصت هيك. تخيلي كل الخضروات ايش بدي احط عليها عشان بدنا سائل او صوص يكون زاكي لما تتغمس مع الخبزة او لما اعملها. رح اخذ صلصة بندورة، ما بدي استوي شيء، الباذنجان اصلا مقلي. أوكي. البطاطا اصلا مقلية، البصل والفلفل اصلا اللحمة دايبة صارت لانه استخدمت تندرلوين. رح احط معاهم كوبايتين من المي. طبعا المي رح نحتاجها عشان تكمل تسبيك مع بعض، ورح نضيف عليها بابريكا. اوكي. كميه منيحه بهارات مشكله، وانا بحب احط مع الباذنجان واللحمه دائما شوي كمون، بيعطي نكهه كثير زاكي. هاي الكمون طحنينه الصبايا، برافو عليهم. رح نحط فلفل اسود وملح من الكسيح. اليوم الفلفل الاسود والملح مختفيين، اهم شيء بحياتي ملحاتي. اهم شيء بكل الوصفات، يعني ما في وصفه ما فيها ملح. تذكرت انه قسما بالله اليوم الكسيح بعثوا لي على البيت وشال كراميل، قلت والله يعني بعرفك بتحبيه كثير ونسيت، بس بكره ان شاء الله بدي اجيب لك اياه تدوقي. طبعا انا كثير بحب بوشال الكراميل، بس الكسيح والله لسه ما جربته، هي رح اجربه على اجيب لك بكره. والله بعثوا لي وقلت لازم، قلت لهم انا ودينا لازم ناكل كراميل بوشال كراميل على الحلقه. طيب انا بس بدي اياهم يتسبكوا مع بعض فقط غلوه واحده، فلفل حار اللي بيحب يضيف له شوي، اللي ما بحب خلاص يتجاوز عن هذا الموضوع. بعد الفاصل بس رح نطبقها بالفخاره ونحط فوقيها العجينه وعلى الفرن. تمام. اذا فاصل صغير رح نرجع نكمل معكم باقي فخاراتنا، فخليكم معنا. رجعنا لكم، اهلا وسهلا فيكم. رح نكمل باقي وصفاتنا اليوم، كل وصفاتنا فخارات اكيد، لكل اللي بيحبوا الفخارات لازم يحضرونا ويتابعونا يشوفوا كيف رح نعمل الفخارات باكثر من طريقه واكثر من وصفه. واكيد احنا معاكم عبر شاشه عمان تي في، عبر راديو فن، عبر صفحتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال، فضلكم احضرونا وتابعونا عشان تمشوا معنا خطوه بخطوه بكل هاي الوصفات. موضوع اليوم مش عارفه مهم اكثر من موضوع، وكل مواضيع ببعض. اي موضوع حابين تشاركونا فيه عادي بتقدروا تشاركونا فيه وناخذ رايكم بالموضوع. خلينا نروح على موضوع عن جد بيحبوا مالح حلو. مالح او حلو، صح، هذا كثير مهم الموضوع. بتحب تفضلوا اكثر الاكل المالح او بتفضلوا اكثر الاكل الحلو؟ الحلو مالح. احنا اتفقنا انه ياكل، احنا بنحب المالح. انا بحب المالح. وانا طيب خلينا نقولهم احنا خلص امورها اخذت لها غلويتين ثلاثه، بس لانه طلعت كميتها فيها البركه رح اقسمهم على فخرتين. حلو. تمام. شوفي منظرها بجنن صراحه، طلعوا الالوان الالوان الحلوه. هلا بقول لكم ايش حطيت، وفيها كميه سوائل كويسه، يعني بدكم تديروا بالكم انه يكون فيها كميه سوائل كثير منيحه. تمام. هلا شو عملنا؟
هلا شايف البخار اللي بيطلع قاعد من الفخارات يعني الكميه اللي معطيتكم اياها تخيلوا هاي كيلو، انا حطيت لكم مقادير نص كيلو، بتعمل لكم الفخاره الكبيره. كل فخاراتي الحلوه اللي انتم شايفينها انا عم بستخدمها اليوم كلياتها من الشريط الذهبي. صراحه لما جهزنا المطبخ بعثوا لي كل انواع الفخارات الموجوده عندهم. اوكي، لازم بكل بيت صراحه يكون في فخاره لابد. صراحه يعني فكرتها كثير حلوه بالاكل وبالتفاصيل وبكل شيء. بس بدي اسكر العجينة كتير منيح، درجكم واحدة تانية بعملها بالفاصل ما في مشكلة. الفرن عندي شعال على حرارة 200، شعال فقط من تحت، بدنا اياها 10 دقايق. اصلا هي العجينة لو بتركوها نص ساعة وهي بتتطبخ مع بعضها نص ساعة العجينة تتحمر لحالها. اوكي، يعني عرفتي خلص ما بحتاج يحملوها. بس احنا اختصارا للوقت ستوينا كل شيء عشان نخليها بالفرن فقط 10 دقائق. أوكي، شايفين حلو. ما احلى تفاصيلها عن جد بتجنن. قبل ما ادخلها عشان يكون عندنا عجينة ناكلها وتكون زاكية بدنا ندهن وجهها بيض عشان يكون فيها طعم. يا بيض يا حليب بالتغميس. ايوه برافو عليك. هلا العجينة اللي بدها تزيد يا دينا ايش راح اعمل فيها؟ ايش؟ راح اخبزها لحالها. اوكي، خبزات صغار لحتى يزيدوا عندي ناكل فيهم الفخارات، لانه العجينة اللي فوق الفخارة لحالها ما بتكفي. فانتوا بتحطوا فوق الفخارة والباقي شو بتعملوا فيه؟ بتعملوا خبزات صغار. اوكي تمام. ندهن وجهها بيض زي ما حكينا، الفرن شعال على حرارة قد ايه يا ستي العزيزة؟ قد ايه؟ 200. مالك مش مركزة دينا؟ لا شو هو، لا دينا ايش مزعلك؟ طب استني احفظ كمان لأي درجة صعب صراحة. شو اني احكي وصل لك 3 دقايق؟ ما ركزت معك. طب استني نرجع للموضوع الرئيسي. العصبية. انا بتخيل الرجل يكون عادي عصبي بالبيت بس المرأة لا. لا انتي هيك كثير منحازة للرجل، يعني عادي احنا كمان بنعصب. لا عصبي يعني بس لا انت هيك يعني اجيت بالوقت الغلط. هلا بحكي لك عن تطور مراحل عصبيه عندي. هي دينا هي معصبه علي، ليش قلت هيك؟ لا مش عادي يعني. خلص ستي ما هو عشان هيك حقنا كمان نعصب يعني كمان احنا. هلا مين قال لك انه مو حقك انك ما تعصبي؟ عصبي بس انا بحس ال رح تقتلني دينا. أنا بحس الرجل طبيعة شخصيته، طبيعة سيكولوجية الشخص وأفكاره وتفاصيله تسمح له إنه يعصب ويصرخ، ولكن لا يسمح لأنه حدا يصرخ عليه أو مرته مثلا تقلل من قيمته، أنا هيك بشعر. فبحس المرأة عشان تختصر على حالها، والله العظيم اسألي دليل أنا بحكي لها إياها، وتشتي وجعت راسها. يعني بدل ما تضلها توجع راسها وتضلها زعلانة وبتعيط وحزينة وكذا. هو بس يصرخ، بس ضلك تفرجي ما تسمعي، سكري دينيكي خلاص حقيقي. شوفي انا ما انا والله العظيم محمد انا مني وعلي محمد بقولي من هيدا مين هاي جد مين انا هلا بحكي لكم عن تطورات العصبيه بحياتي. شوفي انا مني وعلي يعني بمسك اطول من باني ما في، شفتيني هذيك المره بس بعمل يوغا باخذ لي نفس بصير اموري تمام. ماشي. بس لما اعصب ما بقدر ما بقدر ما بقدر ما بقدر اسيطر على حالي. ماشي. مش بايدي، مع اني كثير بحاول اطول بالي، يعني انا اصلا بالي طويل. طب وبحاول اطول بالي اكثر واكثر، انه ما بحب اعصب عشان حالي، يعني بتعرف بخاف على حالي، بس لا مرات بوصل لمرحله ما بقدر. ما هو يا انا انت. ما هو خلص ما يا انا انت ما في مجال. طب نروح للفخاره اللي بعدها. اسمع شوفوا هي بس منظر الفخاره، بالله قبل ما ادخلها طلعوا ما احلاها بجنن، طلعوا بتجنن. بس خليني والله نفسي يكونوا كلهم نفس الحجم. بدي ادخلها على الفرن. خلينا ناخذ فخاره الجاج بالكريمه، واحده من الفخارات اللي اكلتها بس فيها اجبان بتركيا، رح نعملها هلا. ناخذ مقاديرها. لا فخارة الدجاج بالكريمة والعجين رح نحتاج دجاج مقطع مربعات من العز، بصل مقطع شرائح، ثوم مهروس، كوبين فطر، 3 أكواب كريمة طبخ، كوب مي، معلقة صغيرة ملح من الكسيح، معلقة صغيرة فلفل أسود من الكسيح، ومعلقة صغيرة بابريكا. كمان رح نحتاج معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة بهارات مشكلة، دبس رمان، جبنة موزاريلا، أمل العجين. فرح نحتاج كوب حليب من إنجوي، ربع كوب لبن، معلقة كبيرة خميرة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. كمان معلقة كبيرة سكر شعبان، ربع كوب زيت شعبان، 4 لـ5 أكواب طحين، سمسم، وحبة البركة.
هيك اخذنا ثاني وصفه وثاني فخاره رح نعملها لليوم، فخليكم متابعينا لحتى تشوفوا طريقتها خطوه بخطوه، خصوصا انه كثير في ناس بحبوا الدجاج مع الكريمه والاجبان، يعني بتختلف عن اللي عملناها قبل. هلا بتختلف شوي لانه فيها جبنه، فيها اكثر من نوع جبنه صراحه. لما تاكلي برضه الاكل التركي هو دسم كثير، فيه كميات اجبان كثير كبيره. اول شيء بلشنا بالدجاج. هلا دائما بيجيني هلا السؤال الجديد انه ليه دائما امتياز الدجاج بخليه لونه عبيض؟ قلنا لانه الدجاج بينزل سوائل كثيره، ولما نرجع نخلطها مع المكونات الثانيه ممكن تزنخ معنا، فدائما بناخده شوي لحاله ليصير لونه عبيض، بنضيف له المكونات الثانيه. حلو. هلا انا عندي اليوم الدجاج المقطع، هذا مسحب الدجاج القطع اللي بنعمل منه الشيش طاووق بالعز. انا صراحه وصيت ابراهيم، كنت حابه اعمل لكم اياها اليوم بالشيش طاووق، بعدين قال لي انه عندهم هدول مقطعين بيقدروا يتبلوهم بالبيت بالطريقه اللي بدهم اياها. حلو. فانا استخدمت، يا بتستخدموا الشيش طاووق الجاهز المقطع، يا بتستخدموا الدجاج المقطع مربعات اللي حجمها شوي كبير. حلو. تقدر تستخدموا فيها دجاج القلايه، كثير تفاصيل طبعا موجوده عند العز، بتروحوا 145 حول المملكه اكيد، او عن طريق الابلكيشن اللي بيطلع لكم دائما على الشاشه اذا بتنزلوه على تليفونكم، بوصلكم الدجاج خلال ربع ساعه نص ساعه عفوا على السريع. هلا لانه مقطعين كبار انا حطيت زيت دجاج لحمه، دائما شو لازم نعمل؟ نحمل المقلايه كثير منيح. اوكي دينا. ليه؟ عشان خلينا نقول ما تنزل كثير سوائل. أوكي. يجي هيك زي صدمه للدجاج او للحمه، فما تنزل معنا سوائل كثيره، بس بدي اترككم يتقلبوا شوي. قبل ما تستوي ناخذ وصفتنا التاليه، كمان رح نعمل فخاره كفته بالطحينيه واللبن بطريقه كثير حلوه، ناخذ مقاديرها. حلو يلا. لفخارة الكفتة بالطحينية رح نحتاج لحمة مفرومة ناعمة، بصل مفرومة ناعم، بقدونس مفروم ناعم، معلقة صغيرة ملح من الكسيح، معلقة صغيرة فلفل أسود من الكسيح، نص كوب طحينية من الكسيح، نص كوب لبن، كوب مي، بطاطا مقلية، ربع كوب عصير ليمون، معلقة صغيرة ملح. ما بتخلى يعني، مستحيل تمرق حلقة. ارجع عيدي كيف قلتي طحينية؟ طحينية شو هي؟ مالها حكيتها كثير منيح. طيب دينا، عشان بس انا بالفاصل بدي افرد شوي عجينة، فبدي اختصر الوقت، الدجاج لسه بس عم بستناه يستوي، لازم كل شيء يفوت جوا الفخارة يستوي. بدي اورجيكم انا مشعل النار فقط من تحت فقط على حرارة 200، والله ليت اذا مبينه معنا، شوفوا كيف بلشت العجينه تستوي، تخيل وانا مشعله بس من تحت. بس البخار اللي بيطلع من الفخار اللي جواتها بيستوي العجينه. اوكي تمام. ثاني شيء ما بتلحق اكيد لتستوي العجينه اللي هي العشر دقائق انه انا تكون جوا الخضروات او اللحمه او الدجاج يستوي. صح. اي شيء بفوت على الفخاره لابد انه يستوي. حلو. طيب على ما يستوي عندي الدجاج، ايوه بلش ياخذ لون، بدي اضيف له بصله مفرومه ناعم، بلش ياخذ لون وبلش يستوي معي، وراح اضيف له شوي ثوم مهروس. تمام. اتركهم يتقلبوا مع بعض يدينا لحتى ياخذوا نكهه ويدبل عندي البصل والثوم. حلو. انا عندي شوي من اللحم المفرومه، عندي شوي من الدجاج المفروم، اكيد تقدر تجيبوا الدجاج المفروم او كفته الدجاج الموجوده برضه عند العز. صح. عملتهم دوائر، بس انتم بتقدروا تعملوها هالمره طبقات اللي بدكم اياه، بس انا لاني عامله معها عجينه عم بفك يعني عم كثير بحب انه تستسهلي. صح، تقدر تغمسيها. ايوه بالضبط، تاخديها بالخبز. فحطيت مقلاية على النار لانه حكينا برضه كل شيء لازم يكون مستوي. اوكي. كيف عملنا الكفته؟ يا بنجيبها من عند اللحام جاهزه اللي هي بتكون عباره عن لحمه شوي فيها دهون، معاها بقدونس، معاها بصل، معاها ملح، فلفل اسود. اوكي. بنشكلهم كرات وبصير امورهم تمام. حلو. او بفردهم بالمقلاية او بالصينيه اللي بدها تفوت الفرن او بالفخاره، بدخلها على الفرن اول شيء بستويهم. أوكي. بعدين بكمل بقيه التفاصيل. انا الصراحه دائما هلا لانه رجعنا للمدرسه حكينا، عم بحاول ادور على الاسهل. صح، شغلات سهله وسريعه بالمقلايه بدها بالضبط 5 دقائق ستي العزيزه. ايوه. فحطينا شوي من زيت الزيتون في المقلايه لحتى تستوي شوي، تستوي شوي تاخذ لون يعني. هلا اللحمه لانه عمرها كثير قصير المفرومه ما في داعي يعني كثير تتستوي، يا دوب تاخذ الوان من كل الجهات بلا. وبتكمل شوي غلوه مع الطحينيه بتطلع امورها 100%. كيف بدنا نعمل الطحينيه هالمره؟ ايوه. شو صايره مطيعة؟ شفتي؟ الله يهديكي ويرضيكي. انا معك، انا معك معك، شو بدك انا جاهزه. الله يهديكي دائما وابدا. لا موضوعها اليوم مشكك بالامر. اذا انا هنيه حيطلع لك ليث اليوم. لا لا استني بس اعمل طحينيه، اعمل طحينيه. طحينيه يا طحينيه على السريع اليوم، خلينا نكون نعيش بسلام. انا عم بهلحق الوصفات على السريع، بدي اعمل بقدونسيه عشان شو؟ ابلش افهم ايش موضوع عصبيتها انا وياكم. نشوف ليش معصبه. لازم احكي لك ليش معصبه، بس يعني مش على الهوا. لا
على فكرة دينا من الناس اللي كتبوا بحسك أياما ما بتحكي كل شيء. مش دائما بحكي، لا صراحة ما بحس دائما إنه بدي أحكي كل شيء دي، إلا إذا كنت خلص يا أما بحس إنه جعبالي أدردش أو بح... لا لا مش كتير كتير، شوي معصبة شوي طيب بدنا نحط طحينية هلا بفهم لكم القصة وبنقلكم إياها بعد الهواء بعد الفاصل. أنا لازم أحاول أأجل لتخلص الحلقة لأنه إذا حكيت قبل رح تحكيها. رح أضيف عليها نص كوب من اللبن، حطيت نص كوب من الطحينية معها نص كوب من اللبن. طحينياتي أكيد 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 دائما وأبدا من الكسيح صدقا، يعني طحينية الكسيح قطعت كلياتنا، كبرنا عليها متعودين على نكهتها وطعمتها. الحلو فيها أنها كمان سعرها ممتاز وموجودة بكل السوبر ماركت الهايبر ماركت هلها صح في كل مكان. منتجات الكسيح عن جد اي مكان بتفوت عليه بصغر حجمه رح تلاقيها موجوده فعلا. بدي ازيد عليهم كميه فيها البركه من عصير الليمون عشان ما تفرط معي الطحينيه بالتفاصيل. احنا جاز اموره تمام واللحمه كمان امورها تمام على السريع اللحمه لانها مفرومه مليون بالمية. رح ناخذ معاها ملح كمان لسه ما ضفت المي. دائما ضيفوا المي بعد ما تخلطوا الطحينيه لحالها مع الليمون او تخلطوها مع اللبن بتكبتل. خلصيني طالعه يا لايف، شايفه كيف تصير سميكه؟ بس بعد هيك مستحيل تفرط معك. شايفه هلا كيف صارت سميكه؟ بس عم تلاحظي اي تكتلات أبداً او أبداً. دوائر او اي شيء. يعني بتحطي معها لبن وليمون بتخلطيهم بعدين بتضيفي المي عشان ما من يوم حتى لو ما بدك تضيفي اللبن، انسي اللبن احنا حطيناه عشان خفف شوي من الطحينيه وما تنشف كثير بالفخاره. الناس اللي ما بدها تحطه ما تحطه، بس زي ما حكيت لك دينا دائما هي انجح طريقه عشان الطحينيه ما تصرخ. حلو طلعوا ما احلاها بتجنن. شايفه كيف صارت معي زي كانها حمص؟ هلا بخففها قد ما بدي بالمي وبتصير امورها تمام. اوكي اذا احنا هلا رح نطلع فاصل شيف نرجع نكمل باقي وصفتنا فخليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم عن جديد، رجعنا لكم رح نكمل حلقتنا ونكمل باقي وصفاتنا اللي كلهم فخارات باكثر من طريقه واكثر من وصفه. انتوا عليكم تفوتوا على صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن عمان تي في اوفيشال، تلاقوا حلقاتنا موجودين لحتى تطبقوا وصفاتنا وتمشوا معنا خطوه بخطوه. كمان جاوبوا على سؤال اذا انتوا من الناس اللي بحبوا الاكل المالح او من الناس اللي بحبوا الحلو اكثر، فجاوبونا على هاي الاسئله عبر صفحاتنا على الفيسبوك. اول فخاره صارت طالعه وما شاء الله ريحتها يعني بتجنن. بتشهي حلوه. طلع هلا بدي اورجيكم اياها من جوا. الثانيه طلع ما احلى، عملت العجينه اراء فنفخت معي كمان نفخت. احلى طلع ما احلى. انا شايفها جوا الفرن لا بس هلا بس اطلع لكم اياها من الفرن كثير حلوه. هلا راح اشقها من النص او افتح لكم اياها تشوفوها قد ايه راح تطلع حلوه. حلو طيب على السريع عشان نعمل اللي هي الدجاج بالكريمه. انا بس اكدت انه الدجاج استوى معي، ما بدنا نحطه ني، كان بقدر يعني اقيمه واحطه بس ما رح يستوي اصلا. كان بس ضفوه على الدجاج بترجع تشد. أوكي. تمام حطينا الدجاج بعد ما صار لونه على بياض، حطينا البصله حطينا الثوم. رح ناخذ كميه فيها البركه من الفطر، وبتقدر تحطوا معاها ذره بتقدر تحطوا معاها بطاطا. حلو في ناس كثير بتفننوا فيها. انا كمان اللحمه خلاص. بس اذا كان عندكم عزيمه وحابين تعملوا اشياء خارج شوي عن المألوف صراحة فكرة الفخارات تفوز لأنها طريقة تحضيرها سهلة بسيطة. مزبوط. تقدر جنبها تفلفل ورز، تقدر جنبها تقدموا خبز. حلو على الدجاج بعد ما حطينا الفطر بدنا نحط كمية منيحة من الملح. نحط معاها شوي من الكركم. أنا صراحة كمان الكفتر حاحط عليها شوي من الكركم، شوي من البابريكا. حلو عندنا شوي من البهارات المشكلة، وبتقدر تحطوا دبس رمان بيعطيها طعم كثير لذيذ. بس يلا اسمعي ميكس البهارات ريحتهم بجنن صح؟ عن جد انا بقول لها كل شيء ريحته بالاستوديو عن جد حلوه. بدي اقلبهم كلياتهم، بعدين بدي اضيف عليهم. لاحظوا اني انا ما حطيت سوائل، كريمه وبدي اخففها يا بمي يا بشوي حليب. حلو الكريمه مجرد ما تاخذ غلوه غلوتين ايش بصير فيها؟ بتشد بترجع ناشفه عشان ما ترجع معاكم تشد كثير. ترجعوا تخففوها يا بشوي حليب يا بشوي مي. انا عادي الموجود عندي بالبيت. حلو كان عندي مثلا حليب بخفف بحليب، كان عندي شوي مي بخفف بمي، على الجهتين ما راح يفرق. هلا راح اخفف شوي بمي الصراحه. ودائما كريمه بتحب، والله اليوم ما استخدمت فلفل اسود 100% عن جد كل شيء بقوله انا خلص سبحان الله الاكل اذا ما في فلفل اسود مو مبين ما بحبه. انا بحب يكون لونه يعني اتليست يكون مبين بالاكل. بس بدي اعطيها يا دينا غلوه غلوتين. حلو. بعدين
دائما كريمه بتحب صحيح جوز الطيب بس بدي اياكم وللسرعه. لا مش معقول وللسرعه. يا سلام شفتي الحرب اللي صارت علينا بعد ما حرقنا الاستوديو؟ انا اللي شفت. والله ما حرقت ولا حدا قادر يصدقني. برضه هاي لما نطلع هلا فاصل راح افتحها اورجيكم اياها قد ايه فخمه، بتجنن منظرها، بجنن طالع. هلا راح ادخل تنتين على الفرن، بياخذوش معي 10 دقائق، هي بس تتحمر العجينه، العجينه عم تتحمر من فوق وعم تستوي كمان من البخار، ففكرتها كثير حلوه. حلو. بدي اخذ شوي من دبس الرمان وعليهم شوي من عصير ليمون. الكريمه مع دبس الليمون، دبس الرمان عفوا وعصير الليمون كثير بحبوا بعض كثير. الريمون دبس الليمون الريمون اخترعت كلمات ما بنعرفها، مش مشكلة. طيب أنا ست شقيانة هاي الأيام، ليه ماسكة سكينة هيك عم بتخوفيني؟ مش عارف حسيتك تقتلي حدا. طيب خلص أنا هيك أمورها 100% ممتازة، أخذت لها غلوة، خلص مجرد ما أخذت أول غلوة على الفخارة، شوفوا كيف مش كتير الكريمة ماسكة. ليه؟ لأنه هلأ بدنا ندخلها على الفرن 10 دقائق، بتعرفوا الكريمة كل ما غلت شو بصير فيها يا دينا؟ كل ما بتنشف أكثر، بتشد كل ما بتنشف أكثر، بس عشان أحطهم كلهم بالفرن بالفاصل بدي أخذ هدول كمان فخارات، خليني أخذ. أنا فردت عجينة لإلها الصراحة، والعجينة اللي أعطيتكم مقاديرها بتعملكم 3 فخارات. حلو، بتعمل كمية منيحة. أوكي. إذا بدي أعمل أنا عائلتي صغيرة وبدي أعمل فخارات حجمها أو كميتها كتير صغيرة، طبعاً الطحينية أنتوا بتعرفوا أنا ما ستويتها، رح نحطها زي ما هي 10 دقائق، بتاخد لها غلوتين 3 بتكون أمورها تمام. حلو. حطيت الكفتة اللي أنا عملتها أسرع فخارة كفتة في العالم. ورح أخذ معها كم من حبة بطاطا يا دينا؟ يعني أذكى إشي بتخيل بالكفتة إنها تكون محمرة، هاي التحميرة بالضبط. صح بالضبط هيك يعني. وبدي أحط معها كم من حبة بطاطا هيك كتكويتين، لأنه بطاطا وطحينية كتير بحبوا بعض برضه. وهون نفس الإشي، بعدين أغطيهم أحط لهم الطحينية. استني هلا نحط لهم طحينية عشان نغطيهم بالفاصل وندخلهم على الفرن، يكونوا بعد الفاصل يكونوا جاهزين كلهم جاهزين لحتى عشان بس خلص نعمل بقدونسية بس نخلص. يعني إذا ضل الهوايت إن شاء الله. بدنا نحط الطحينية، غرقوها طحينية. وهنا نفس الإشي، وأدخلهم هلأ على، بتعملوهم طبعا بفخارة واحدة إذا بدكم، بس أنا عشان يكون هيك واحدة أفتحها وواحدة لا. حلو هيك تضل واحدة مسكرة وجديدة. طيب تمام، بس رح تغطيهم وتدخلهم على الفرن مظبوط؟ مليون بالمية. إذن إحنا رح نطلع فاصل ونرجع نكمل نشوف باقي النتائج. اهلا وسهلا فيكم عن جديد، رجعنا لكم لحتى نكمل حلقتنا باخر جزء لتشوفوا هيك كل الفخارات اللي عملناهم. هلا رح تشوفوا النتائج النهائيه لهم، وما بعرف هلا شو ضل نعمل ولا خلصنا. هلا انا عم بحط بس فخارات الكفته، الكفته اوكي، بس غلفتهم بالعجينه والعجينه عم بدهنها بيض وعم بحط عليها سمسم وحبه البركه، طبعا اختياريين ولكن طعمهم منظرهم وفائدتهم كمان كثير منيحه. حلو كله مع بعضه. طيب احنا معنا وقت نعمل بقدونسيه على السريع، ناخذ مقادير معنا وقت. يلا ناخذ مقادير. يلا حاضر نحكي شوي شو احكي شوي قبل ما رجعوا لي الليمون. هي ليمون ما اخذوهوش، حطوا لنا الليمون. طب خلينا نقرا شوي التعليقات بما انه ما اعطيناهم وقتهم كثير اليوم. عروبه طلال عم تحكي يسعد صباح احلى ناس الجميله والعسل، دينا والشيف امتياز الرائعه حبيبه قلبي يسلموا ايديكي، بتحب تهني ابنها مهيمن ماهر مرافي بنجاحه، الف الف مبروك كمان منا لابنك، يا رب هيك تكون بدايه نجاحات كثيره وكثيره من هون ليوصل للي هو بده اللي بيحلم فيه، زي ما انتم كمان بتتمنوا انكم تشوفوا. الوصفه صارت جاهزه، خلونا ناخذ الوصفه ونرجع نعملها. للبقدونسيه رح نحتاج بقدونس مفروم، طحينيه من الكسيح، ليمون وملح من الكسيح. اخذنا وصفه البقدونسيه، اكيد بما انه احنا عاملين فخارات من اطيب الاشياء ممكن ناكلها كسلطه او شيء يعني طبق جانبي اللي هي البقدونسيه.
رح نعملها هلا كمان، هاي صارت جاهزه ما شاء الله. اسمعي عم بيكونوا كثير حلوين، رح افتحهم واحده ورا الثانيه هلا ورا بعض. كمان فخاره الطحينيه بتكون رح تكون جاهزه، بس فخاره الطحينيه تعمدت ما اشعل الفرن من فوق عشان بدي الطحينيه تاخذ لها غلوه. صح. عرفتي كيف؟ فصلت منهم يجيبوا لي مي بارده، انا بحب اعمل بقدونسي مي بارده عشان دائما الطحينيه ما تفرط عليكم بالمي البارده. حلو. قبل ما يجيبوا لنا اياها اورجيكم الفخارات من جوا. نشوف الفخارات صراحه كيف عم بيكونوا. نبلش هاي بدنا نقسمهم، بس ما رح اقسم كثير كلياتها. خلينا نشوف الخبزه. حلو. الله، سامعين الخبزه كيف مقرمشه وتفاصيلها حلوه. هي خليني بدنا، حلو انه الخبزه منها وفيها يعني. شوفي ما احلاها. يا سلام. هلا في شغله انا نسيتها، فخاره الدجاج. قلتي لي انا اذكرك بس ما ذكرتك طبعا. اللي هي الجبنه. شوفوا الخبزه مستويه من البخار من جوا، وهيها اهم شيء انه عندي الدجاج والكريمه والفطر ضل فيهم روح حلوه. صح. يعني ما مسكوا بطريقه بشعه. لا ما نشفت وضلت هيك مستويه ودايبه بنفس الوقت. ناخذها ننقلها على هديك جهه، خلص نقيم هاي كلياتها عشان يقدروا يشوفوها. الخبزه اكيد تقدروا تاكلوها، هي اصلا معموله لحتى تقدروا تاكلوها. أكيد. تمام. نوديها. اوكي، هي اول فخاره شفناها. الفخاره هذيك اللي هي لحمه بالخضروات، هلا كمان بورجيكم اياها. اوكي. هاي هاي عشان هم كلهم سخنين مثل النار. تمام. نجيب هاي هون، نجيب هاي هون، نجيب هاي اللي هاي نفس هاي ولا لا نسيت؟ لا. انا هاي لحمه مع الباذنجان والخضروات برضه. خلينا نفتحها. انتوا افتحوها بالطريقه اللي بدكم اياها طبعا. بس انا بحب هيك عشان بس تشوفوا المنظر. ما شاء الله. يا سلام. اسمعوا ريحتها بس عملتها. انا خلصت يا ليث، بس بورجيهم التفاصيل. هيا. يا سلام. هي لو بدي احط معها شوي من الخضروات. كله مستوي، طلع. كله دايب، منظر بجنن. إيه؟ زي اللي عم تاخذوها. خلينا نخليهم برا شوي عشان تشوفوهم نفس اللي بتاخذوها زي ما قلت لكم دينا بالضبط. صح. راح يجيبوا لي كاسه مي مروه، ما رجعوا عن كل هذا الحكي عشان يجيبوا كاسه المي. تمام. وهي هاي هون. اوكي، برجع هاي هون. اوكي، ونجيب اخر تنتين من الفرن. خلص صاروا جاهزين. بجننوا يعني ما شاء الله على السريع، كل شيء عم بجهز سريعا جدا. يعني صراحه يمكن من يعني اسهل الاشياء اللي ممكن الواحد يعملها هي فخارات. بتقدروا تعملوا زي ما انتم شفتوا اكثر من وصفه، بس كلهم فخارات ما اخذوا معنا وقت ابدا، وبطلع منظرهم ونكهتهم طيبه كثير. حبيت كيف انا حبيت. حبيت هاي. انت شوفوا العجينة بتجنن، قرمشتها هاي. يعني حلو نفتحها هيك بس اورجيكم. طلعوا ما شاء الله. هيها. يا سلام. طلعوا ما احلاها. عشان اكون هيك ورجيتكم اياهم كلياتهم لمحبين الطحينية والتغميس. هيها ما عليكم بهاي الوصفة. تمام. واخر واحدة بس بدها تحمير شوي صغيرة، اخليها على المأساوي البقدونسية عشان ينهب راحتنا، تاخذ راحتها منيح. هلا كنت احكي عنك امير. قلت لك مع الوقت. لا خلص خلصت. انا اسمع البقدنسيه كلها ثلاث ثواني فقط. ثلاث ثواني من جاهزه هي، بس بدنا نطبقها لانه كل شيء جاهز لها. تمام. طيب رح نحط بقدونس، احنا عاملينه بالخلاط، بس انا بفضل انكم تعملوا كل هالحكي اصلا بالخلاط. اوكي. عشان انا الخلاط تبعنا بس ما يغلبني واغلبه عملتها هيك. رح اخذ برضه طحينيه من الكسيح، بتقدروا تخففوها بلبن، بس انا الصراحه بهاي الوصفه ما رح اخففها باللبن. هي زاكيه نكهه الطحينيه تكون قويه 100%. واهم شيء انه مروه ناسيه المي، نتجاوز عن هذا الموضوع. حاطه طحينيه بقدونس ملح. طب خليكي انت ست بيت شاطره. والتومه والماء. برافو لاي، برافو، بتتجاوز عن المقادير. التومه والمي. طيب حطينا التوم، حطينا طحينيه، حطينا المي، وحطينا عصير ليمون. على فكره البقدونسيه كثير بتحب عصير الليمون. صح. اخلطوهم كثير منيح مع بعض دائما، بس بدنا اللبن او السوري الطحينيه تمسك معي طريقه كثير منيحه وما تفرط. مي بارده 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 بارده، او زي ما علمتكم تحطوا ليمون، بتخلطوها مع ليمون، بعدين بتضيفوا بقيه المكونات. تمام. حلو. حطينا البقدونس. والله منى متفنن بفرم البقدونس. فرمة ناعمة ممتازة، شطورة. صراحة برافو عليك. بس اخففها، احط كمان شوية ملح. أوكي. واخففها بشوية مي. تمام. البقدونسية حطوا لها معلقتين ثلاث معالق لبن، بتصير مرقة شوي وبتصير اخف منكم تاكلوا الطحينية لحالها، للناس اللي ما بيحبوا الطحينية لحالها. حلو. تمام. تمام. ادير بالي انا على بالفرن. ليه؟ اذا بدير بالي عليها باخذها معي وانا مروحة. ليه؟ خلص انا خلصت. انا خلصنا البقدونسيه، صارت جاهزه. هي البقدونسيه بدنا نسكبها بصحون الفخارات. كل شيء بدي احطه اليوم فخارات. اول شيء الفخارات كثير حلوه، بتعطي منظر كثير حلو للطاوله. صح.
بتحسسك انه الاكل زاكي كثير، مع انه انا حكيت لكم مع الوقت هي بطلت تفرق، هي لانها صارت كلياتها فخارات مصنعه. فبس هي بتحافظ على طعم الاكل سخن لفتره كثير اطول، وبتستوي الاكل ابطا، فبيطلع الاكل اطيب. بس بيطلع دايب ومسقسي كثير. هي كلها النتيجه وحده، كلها يعني زي ما نقول طناجر وقليات وتفاصيل وحده 100%. وهي صارت جاهزه كمان الثانيه الطحينيه، هاي نحطها قدام اوكي عشان هيك تزين السفره هون. تخيلوا كل هدول ولا إشي كنت عامله جاهز، ولا إشي، ولا حتى مطبخة إشي، ولا مقلية إشي، ولا سالة إشي. يعني إذا أنت عندك عزيمة بساعة بتخلصي، أنا بحكي الفخرات فكرة بالجنة. وبتكوني عاملة كتير يعني أشكال ألوان. خلاص، وهيك رح نقدم البقدونسية جنبهم عشان، وعنا زيتون طبعا، عنا فلفل حار، وقدموها كيف ما بدكم للسفرة. تمام، حلو كتير. طيب ذكرينا شو عملنا وانتي عم تسكبي لنا هالبقدونسية. اليوم عملنا أطيب فخارة بالنسبة إلي بكل هدول، غير إنه فخارة الدجاج والكريمة دائما تفوز، بس أطيب إشي بالنسبة إلي اللي هو اللحمة بالخضروات. صح، كتير طعمها زاكي. فخارة الكفتة كمان بالطحينية كتير طعمها زاكي. كلهم والله زاكين. عنا فخارة الدجاج بالفطر والكريمة والأجبان، ما تنسوها، حطوا جبنة موزاريلا، جبنة شيدر قبل ما تخبزوها بالفرن، تطلع كتير فيها مطة بطريقة حلوة. مزبوط. وعملنا هون كمان عشان نقدم معهم البقدونسية، وبتقدموا مع اللبن وشوية زيتون فلفل حار. يا سلام، يعني سفرة صراحة بتجنن، سهلة سريعة، ما بتاخد كتير وقت، ومنظر الأكل فيها بجنن. فأكيد عليكم بهذه الوصفات اليوم، وأكيد حلقاتنا بضلوا معاكم عبر صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن، عمان تي في أوفيشال، بأي وقت بترجعوا لهم لحتى تمشوا معانا خطوة بخطوة. بدي أحكي لك يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا حبيبتي رؤيتي. أنت لو تعرفوا مشو طلعت معصبة، بحكي لكم بكرة. الموضوع يعني مش كتير مستاهل حقيقي، مش لأنه مستاهل. قبل ما أجي دغري، فكانت لسه بقايا. انت بتتخيل الواحد بس يقول لك انا معصب كثير، بتخيل انه متخانقه مع زوجك، مع عائلتك، مع بعد تطلع متخانق مع حدا تعدي البريعه. على كل حال، مش مشكله، ننهي الموضوع. اكيد ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا، حبيتوا وصفاتنا. بكره اكيد حلقه جديده رح نكون معاكم عبر شاشه عمان تي في. ضلوا بألف خير، باي باي.